القوانين هذه اليوم اذا ما يتمش ايقافها رانا باش نرجعوا لدولة البوليس. باش قابلتنا الحكومة بعد الخطابات هذه، قابلتنا بحاجة بركة، انها تقمع في الشباب في مختلف المجالات، انها تقوم بتلفيق تهم باطلة والا ما تستحقش حجم المحاكمة بالمستوى هذا. انا نقول بالاسلوب هذا الحكومة الذراع الايمن للارهاب في تونس بقمعها للحريات وبسد الافق امام الشباب التونسي هي تغذي في الارهاب. عفرة ضمن عدد من الشباب التلمذي في الكاف نظموا وقفة بالامس للاحتجاج على الاخبار الراجعة اللي مفادها اسقاط او التفويت في المقهى سيدي بو مخلوف في الكاف، والمقهى هذا عنده رمزية تاريخية وحضارية لاهالي الكاف. من صدرت معلومات للشباب الناشط في الكاف على انه سيتم اسقاط هالمعلم هذا وتعويضه بنزل، فقاموا عدد من الشباب التلمذي بوقفة احتجاجية سلمية، فتم إيقاف عدد كبير من التلامذة وتم تعنيفهم بالأمس، ثم تم إطلاق سراحهم والإبقاء على عفرة فقط. استهدفوها وكانت عفرة تقريبا السهم رقم واحد لأعوان البوليس اللي عندهم معها قصة طويلة وعريضة. ما تنساوش اللي عفرة كانت رأس حرب التحركات الشبابية في حملة مليش مسامح ضد طبيض قانون الفساد والفاسدين، كانت في رأس حربة كذلك التحركات الشبابية بمدينة الكاف ضد الإيقافات العشوائية لشباب الثورة وللاعتداء على جرح الثورة، كانت رأس حربة تحركاتنا الكل، كانت صوتنا في الكاف ضد الاعتداء على المرأة التونسية، ضد كذلك تتبع الشباب التونسي تحت ذريعة قانون الإرهاب ولا تحت ذريعة قانون طوارئ ولا تحت ذريعة قانون جوري اسمه حظر التجول. السلطة هذه يقض مضجعها، ذلك النفس الشبابي، ذلك النفس الثوري المتحرر، هذاك علاش ديدنها في ذلك أنها تنتقم منهم، أنها تلجم أفواههم وأصواتهم، أنها تخنقهم وتقمع حرياتهم عبر توظيف الآلتين الأمنية والبوليسية. ما نخبيش عليكم، ممارسات بوليسية في مدينة الكاف ممارسات يندلها الجبين، تجاوزات قاعدة تتكاثر، تجاوزات أصلا قاعدة ترتقي إلى مرتبة التعذيب في حق جميع الموقوفين، نشطاء كانوا أو مواطنين بسطاء عاديين خدام تحسام. التجاوزات نتاع رجال الأمن كذلك ظهرت بالكاشف في طريقة إعدادهم للمحاضر نتاع البحث، ناس ضاربة بعرض الحائط كل القوانين كل الإجراءات ومن باب أول واحد كل الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للمضمون فيهم. هذا إيش صار مع عفرة البارح؟ عفرة تعرضت إلى وابل من السباب، من الشتائم، من التهجمات. طبعا السلوك هذا للأسف الشديد السادة أعوان الأمن بالسلوك هذا قاعدين يكبروا في الهوة بيننا وبينهم، قاعدين يدقوا في اسفين آخر في نعش الثقة المهتزة بيننا وبينهم. قاعد نسمع في السيد وزير الداخلية يتكلم، قاعد نسمع كذلك منذ حين في السيد رئيس الجمهورية يتكلم ويندد، ولكن من هذا المنبر نقول لهم سادة الكرام مع الاحترام الكبير لكم لأشخاصكم ومؤسساتكم، شبعنا وملنا خطب، نحب ممارسات اليوم، نحب اليوم كذلك عون الأمن يعرف اللي ممارساته عنده خط أحمر ما يزموش يتجاوز صلاحياته،